السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخوتي الأعزاء، عدنا لكم من جديد في عام 2022 مع أولى حلقاتنا من برنامج مجربات من الطب البديل، ابقوا معنا. هشاشة العظام، علاج هشاشة العظام. مثل ما بنعرف انه هشاشة العظام عادة تصيب النساء اكثر من الرجال. ليش النساء؟ النساء لانه الحمل المتكرر، وبتعرفوا الجنين اثناء الحمل يتغذى من الام نفسها ومما تأكله الام، فهذا فضل عظيم للام، هذا فضل عظيم يجب أن لا ننكره للأم، لأن الطفل وهو جنين في بطنها في الرحم يتغذى من عظامها. فدائما النساء هم أكثر عرضة لهشاشة العظام من الرجال، وعادة تصيب فوق سن 50، ممكن 40 تلاقي هشاشة عظام ما في مشكلة، لكن هي بالعادة فوق سن 50، فوق سن 60 تكثر هشاشة العظام اللي هو تنخر العظام، لأنه مثل ما بنعرف أنه في طور بناء الجسم في فترة الشباب بيكون عندنا شيء اسمه بناء العظام، في بوقف عند فترة محددة بناء العظام، ومن ثم يأتي إلى شيء اسمه انهدام أو تنخر العظام. ليش؟ لأنه ما في كالسيوم، ما في فيتامين دال، ما في تعرض للشمس، ما كان يأكل جبنة، ما كان يشرب حليب، ما كان يقوي عظامه. الآن وصلنا لهذه المرحلة، طيب كيف ممكن نعالج هشاشة العظام؟ العلاج إخواني رح يعتمد على أسلوب غذائي معين، يعني لازم يكون في عنا أسلوب غذائي نتبعه، بالإضافة لبعض الأعشاب رح أحكي لكم إياها الآن، ممتازة جدا هذه الأعشاب. أول شيء إخواني بالنسبة لهشاشة العظام يجب التعرض للشمس. الشمس خلال فترة الصباح هي المفيدة للجسم، اللي هي من بعد، خلينا نحكي من بعد شروق الشمس إلى تقريبا الساعة 10 صباحا، نتعرض للشمس قد ما نقدر، يوميا نتعرض للشمس. بعد هذه الفترة، بعد 10 أو 11 12، بصير فيها أشعة بنفسجية، بتكون فيها نوع من الضرر على الإنسان. فإحنا خلينا نأخذ الخاصية المفيدة من الشمس في فترة الصباح، يعني من بعد ما تصلي الفجر من شروق الشمس إلى الساعة 10 11 أقصى حد، هذه إن شاء الله بتكون مفيدة جدا الشمس. اثنين إخواني، منا نكثر فيتامين دال، بدنا نفحص فيتامين دال عند الطبيب. إذا كان فيتامين دال أقل من 30 في المستوى الطبيعي، بدنا نقوي فيتامين دال. ممكن يصرف لك الطبيب كبسولات فيتامين دال، حبوب 50,000 كل أسبوع حبة، ممكن، هذا بتراجع الطبيب، لكن إحنا رح نستعيض. طبعا ضروري جدا تأخذه، أنا لا أخفي الطب الاختصاص في هذا الموضوع، لازم نقوي فيتامين دال عندنا. الآن رح نيجي لبعض الأعشاب اللي ممكن نتناولها. في عنا مثلا عشب ذنب الخيل، عشب ذنب الخيل ممتازة جدا إخواني، عشب ذنب الخيل، وأيضا رجل الإوز، هذه من الأعشاب الممتازة جدا، رجل الإوز وذنب الخيل. شو بنعمل فيها؟ مثل ما تعودنا دائما بناخذ مطحون ذنب الخيل أو العشب كما هي، بناخذ منها بمقدار ملعقتين، بننقعها في كأس ماء مغلي، ما منحل نهائيا، نصيحة لوجه الله أنا ما بحل نهائيا، وإذا اضطررت للتحلية ومش قادر تشربها حلي بالعسل الطبيعي فقط، لا تستخدم السكر الأبيض لأنه لازم تبعد عن السكر، اللي عنده هشاشة عظام لازم يبعد عن السكر. فإذا ذنب الخيل ممتاز جدا، لو كل يوم شربنا لنا كاسة من مغلي ذنب الخيل ممتاز جدا. أيضا رجل الإوزة ممتاز جدا، بنقدر نستخدمها. في عنا أيضا من الأطعمة اللي أنا بنصح دائما من الإكثار فيها، الملفوف، الملفوف ويسمى في بعض المناطق الكرنب، أكثر من الملفوف،
وخاصة شرب ماء الملفوف. ولو أكلت الملفوف بدون طبخ ني زاكي جدا وممتاز جدا، ممتاز جدا لهشاشة العظام. أيضا بدنا نكثر إخواني الكرام من البقدونس، البقدونس، النعنع، الخضار ذات اللون الأخضر بشكل عام، الخضروات ذات اللون الأخضر هذه كاملة بدنا نكثر منها. البقدونس لو جبنا رمة بقدونس وأكلناها كل يومين ثلاثة أكلنا منها ممتاز جدا، ما بتقدر اغليها، اغليها واشربها واشرب ميتها، ممتاز جدا. وأنا بفضل أكلها، زاكي جدا، ممتاز جدا. أيضا النعنع، الأفوكاتو من الفواكه لون أخضر، الأفوكاتو كثر من الأفوكاتو، موجودة عند البياع الفواكه أو الخضار، ممتاز جدا، أكثر منها. أيضا عندنا الفلفل الأسود، الفلفل الأسود ممتاز يا إخوان، ممكن نعمل منه لبخات ونضعها على المفاصل، أيضا بتعالج المفاصل، بتعالج هشاشة العظام، وممكن نضعها مع الأغذية مع الأطعمة. فول الصويا، أكثر من فول الصويا. أيضا عندك منتجات الألبان، اللبنة، الجبنة، الحليب، القشطة، أكثر من هذه الأمور. الليمون، البرتقال، الفاصوليا، السبانخ، البازيلا، أكثر من هذه الأمور عشان تعالج هشاشة العظام. الآن أيضا الأناناس ممتاز جدا وغني جدا، الأناناس بالمعادن الضرورية A و B و E وفيتامين B12، كل هذه بالأناناس ممتاز جدا إذا استمريت عليها لهشاشة العظام. الآن أيضا في وصفة كنا نوصفها وأنا وصفتها على هذه القناة في الأعوام السابقة، ممتازة جدا لهشاشة العظام ولفيتامين د. شو هاي الوصفة؟ هذه الوصفة منجيب 5 بيضات بلديات، بيض بلدي وليس بيض المزارع أو بيض الفقاسات، بيض بلدي. بهن القشر، لا تسلق البيض، اقليه، اقليه كله صحتين وعافية. بهن القشر، قشر البيض بنغسله بنحطه بمطحنة المولينكس، بنطحنه طحن ناعم بصير مثل الباودر، بودرة. منجيب 3 لتر ماء وبنضع مسحوق الخمس بيضات بلديات هذول داخل الماء 3 لتر، بنسكر عليها، بنخفضها جيدا حتى تختلط، ونضعها في الثلاجة لمدة 48 ساعة إلى 3 أيام. كل ما فتحت الثلاجة امسك هالقزازة وخفضها، كل ما فتحت الثلاجة امسك قزازة المي وخفضها حتى يظل يختلط المسحوق. بعد 3 أيام اشرب فنجان صباحا، فنجان ظهرا، فنجان مساء، فنجان قبل النوم، قد ما تقدر اشرب منه لحد ما تخلص 3 لتر، وكرر العملية، غير مكلفة، ممتازة جدا، من الوصفات اللي دائما كانوا يوصفوا لنا إياها وكنا نستخدمها، وهي من مجربات الطب البديل. من أيضا يجب أن نكثر من المكسرات، الجوز، اللوز، بذور السمسم، كثر منها، جوز، لوز، بذور سمسم، الأناناس تحدثنا عنه، التين، أي شيء، أي خضار لونها أخضر أكثر منها، مثل اللوز الأخضر، الكيوي، البرتقال، الليمون، ممتاز جدا جدا جدا. فكل هذه الأمور تساعد وتقي من هشاشة العظام، وبهمنا نحافظ على هذا البرنامج. وفي أيضا وصفة أخرى لهشاشة العظام كنا دائما نوصفها للمرضى ويستفيدوا عليها، التين المجفف. التين المجفف منجيب 7 حبات تين مجفف، نضعها في مقدار تقريبا نص لتر زيت زيتون، بنضعها مساء في مرتبان، بنغلق المرتبان، بنلبسه كيس أسود، نضعه في كيس أسود عشان ما يتعرض للضوء نهائيا، بنتركه من المساء إلى الصباح، وبناكل التين المجفف المنقوع في زيت الزيتون. وأيضا موجودة هذه الوصفة من الوصفات القديمة الموجودة عندي على القناة، بناكل منها 3 حبات 4 حبات. لو كل يوم كررت نفس العملية شوف كيف رجليك بتصير، إن شاء الله بتصير قزاز، لا بتحتاج طبيب
ولا بتحتاج شيء، بتحافظ. احنا شو اللي بهمنا بهذا الموضوع؟ بهمنا انه ما يزيد عنا الامر سوء بالنسبة للي صار معاها شاشة. بهمنا نوقف عند مستوى معين ونقوي الجزء الباقي من العظام، لانه صار في عنا تنخر في العظام، تنخرت. الان ما بنقدر نرجعها 100% كطبيعتها. من الذي يحيي العظام وهي رميم؟ فقط الخالق الله سبحانه وتعالى. نحن هنا شو مهمتنا؟ ما هي المهمة؟ أن نوقف تنخر العظام، لأنه معروف أنه اللي عندهم هشاشة عظام أكثر عرضة للكسور، بتعرضوا لكسور بشكل مش طبيعي. فإحنا ما منا نتعرض لهذا الموضوع، منا نوقف عند هذا الحد، نحافظ على الجزء الباقي من هشاشة العظام ونقوي هذا الجزء. يعني الجزء الباقي هذا إذا قويناه باستخدام الوصفات والأطعمة اللي أنا ذكرتها، بصير يعادل العظام كاملة، بصير يقوم بفاعلية كفاعلية العظام كاملة. فهذا اللي بهمني. أنا ما رح أرجع العظام كما كانت، لا، هذا تنخر. ولو رحت على أي طبيب بقول لك ما بقدر أرجع لك إياه زي ما كانت، خلاص تنخرت، سوست من جوا، صار في تنخر، تآكلت، ما بيقدر يعمل لك شيء. هو بيقدر يوقف لك المرض، بس احنا بنوقف المرض. اذا وقفناه عند هذه المرحلة منقوي الجزء الباقي من العظام، بحيث انه ما يصير عندنا كسور، ما يصير عندنا آلام. وياريت اللي عنده هشاشة عظام يستخدموا دائما يدهنوا مفاصلهم. انا بعرف في آلام، بكون في ألم بالمفاصل، بالإيدين، بالركب، بالرجلين. ادهن كل مفاصل جسمك بزيت السمسم وحب الرشاد. زيت حب الرشاد يخلط مع زيت السمسم اللي هو السيرج يسمى، احرص انه يكون طبيعي، نفس المقدار. يعني خلينا نقول ملعقة من هذا وملعقة من هذا، لكن انت يوم تيجي تشتغل بتعمل كمية اكبر، بتجيب نص كيلو زيت حبة البركة، عفوا زيت حب الرشاد، ونص كيلو زيت حب السمسم، ولو أضفت عليهم زيت حبة البركة ممتاز. أخلطهم وادهن فيهن يوميا. متى بتدهن هذول؟ يوم ما تتعرض للشمس صباحا، يوم ما تكون في شمس حلوة، الساعة 9 الساعة 10 بتتعرض للشمس، بتكشف عن إيديك عن رجليك عن مفاصلك، وبتبلش تدهن وتدعك. لا تشد على مفاصل ايدك، مساج مساج، ادهن لحد ما تتشبع مفاصل جسمك من هذا الزيت. رد على ابو الامين وشوف كيف انا بعطيك شيء مجاني ان شاء الله لوجه الله، وكيف راح تقوي العظام عندك وتحافظ على ما تبقى. حتى الان اخواني، حتى القديم يعني اللي، او خلينا نحكي اللي ما عنده هشاشة عظام، يواظب على هذه الوصفات، يكثر من الأطعمة اللي ذكرناها. الجريب فروت ماله؟ عاطل الجريب فروت، كثر من الجريب فروت. السبانخ كثر، بس احنا ما بنقول كثر بطريقة انه تضر جسمك، لانه معروف احيانا السبانخ الملوقية بتحبس السوائل، بصير عندنا في سوائل في الجسم. فاحنا لو اكلنا مرة واحدة بالاسبوع سبانخ ممتاز، كل سبانخ، جوز، لوز، المكسرات، بذور السمسم، يا سلام، كل جوز ولوز، كثر، قوي مفاصلك، قوي عظامك. استخدم وصفة البيض البلدي مع المي، ممتازة جدا، ما في أروع منها. الزيت اللي ذكرت لك إياه، زيت السمسم مع زيت حب الرشاد وزيت حبة البركة، اخلطهم الثلاث مع بعض. مجربة هاي، رد علي، مجربة، اشتغل عليها، ما رح تندم. وادهن يوميا ولا تكسل تقول والله صار لي يومين ثلاثة أسبوع بدهن ما في نتيجة. لا تكسل، استمر على هذه الوصفة، وكل يوم تعرض للشمس صباحا. وأيضا لا تنسى تروح عند الطبيب المختص تفحص نسبة فيتامين دال، إذا منخفض بدك تقويه، معروف بده يوصف لك فيتامين دال عيار 50,000 كل أسبوع حبة، خذها. لا تترك الطبيب اللي بعطيك إياه مكمل لما يقوم به الطبيب، ليس حكرا وليس ابتعادا عن الاختصاص، يجب أن تراجع طب الاختصاص وتقوي حالك.
نتمنى لكم السلامة، نتمنى لكم الشفاء العاجل، ومثل ما عودناكم بنحكي معكم بالعامية وبسوالف إن شاء الله تكون مفيدة لكم وهي من المجربات، وإن شاء الله غير تستفيدوا عليها. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل خاصية الجرس يا ريت عشان يجيك كل شيء جديد بطرحه، إعجاب بالفيديو إذا أعجبك، اكتب لنا تعليق يليق بمقام هذه القناة ويليق بذوقك وأخلاقك. أي واحد أي شخص عنده وصفة مجربة يا إخوان، مثلا هشاشة العظام، عندك وصفة مجربة جربتها جابت نتيجة، اكتبها بالتعليقات خلي الكل يستفيد، مش إلي التعليقات، للناس اللي بتشوف قاعد بعطيكوا شيء مجاني، وصفات مجانية، اكتب بالتعليقات إذا عندك وصفة جربت شيء مفيد اكتبه للناس. بعدين اللي بده يسأل يا إخوان لا يجيني على الواتساب، على التعليقات. ليش؟ لأني راح أجاوب بالتعليقات، أنت بتستفيد وغيرك بيستفيد، ليش الفائدة إلك لحالك تكون؟ خلي الكل يستفيد. فإذا أكتب أسئلتك إذا حبيت تسأل في التعليقات، وكل أسبوع إلنا إن شاء الله جولة على التعليقات منجاوب قدر الإمكان على ما نستطيع من هذه التعليقات. كان معكم محدثكم أبو الأمين، المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج مجربات من الطب البديل. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.